وعي المنبر تحرر من عبيده وعي المنبر تحرر من عبيده جاي بالمتين يقيم عيده وفلت من أم التفكير مارد قوي حامل ديعة تحليده وجاي بالمتين يقيم عيده وفلت من قلقم التفكير مارد قوي حامل دنيا طحن ايده اوعبك بالمتن رف صور شارد جاي للوز من صرخت وعيده اوعي عقد العرين بليل بارد بظرف البينة بيرحم وحيده وهبط بالمثل رف صور شارد يا ويل الوز من صرخة وعيده اوعي حقد العرين بليل بارد بظرف البينة بيرحم وحيده اوغش لسان الجعالي عالمبارد ومكان المبرتي لجن حبيده ونحنا بعد ما جمعنا الشوارد حتى عزنا الماضي نعيده مجينا البيت ونقص موارد ولا رسمال ما نكتر رصيده والزغلول ورفاعه وطارد لكن عامتين الشعر زينا رسول المنبر بغيبة عميد وعي المنبر اتحرر من عبيده وجاي بالمتين يقيم عيده وفلت بالقمقم التفكير مارد قوي حامل دنيا طحن ايده وهبط بالمتن رف صور شارد يا ويل الوز من صرخة وعيده الوعي عقد العرين بليل بارد بظرف البينة بيرحم وعيده اوغش لسان الجهالي عالمبارد ومكان المبرد يلين حديده ونحنا بعد ما جمعنا الشوارد لحتى عزنا الماضي نعيده مزينا نزيد ونقص موارد ولا رسمالنا نقوي رصيده ولا الزغلول ورفاعه وطارد لكن عامتين الشعر زينا انصون المنبر بغيبة عبيده بعد غيبي طويلي يا بوروك بعد غيبي طويل البعينة وما بقى لسه المحيلي انزرعنا الارض صيحة وهم قاطع تحت صرخة مدافعنا الثقيلي الصغر لو كنت عنا بغير قاطع ورجوعك صار كلمي مستحيلي إلك عالعمر منا وعد قاطع ما من شد الوالجام العطيلي
كم قاطع على هالدرب وشهدني فضيلي لا في كف يخفي سيف قاطع ولا في رمح يتخبى بعديني. انا من جهتي ما بحب قاطع بس تقول للرب حجميلي كان بعده خمير الشعر قاطع مولا بن الدين الان منبر ضمن مصر من الذوق الخليلي. المنبر تحت نادي جهوازي طالع عرس ثيابه من معاده ورعتني الشاعر الحر المعاصر اللي بده يلبسه التاريخ تاجه ووصل خير العريشي على المعاصر ولما جمع الخمار باجه ابتدى عين في سبك الخناصر وصفن سعيد عقل بابتهاجه وكل جوابها خوي ومناصر قلوا على البحث رأيه احتجاجه لا يتحمس ولا يجرب يحاصر تخمر الشعر ما يغير مزاجه جم النار واختلفوا العناصر وبحرين الدجل هاجوا وماجوا ارمعونا بقلب حي ودفن باكر حتى نشوف عشوات المعنى ايا بحر رح تتعب مواجه.